مساء الخير يا كابتن شوبير، منورنا. ربنا يخليك. تحياتي ليك ولأسرة البرنامج ولقناة الأهلي، وأنا سعيد إن أنا بتواجد دايما مع أسرة النادي الأهلي ربنا ممثلة يخليك، طبعا في القناة بتاعتها. ربنا يخليك. هقول أسرة النادي يقول لك أصل ده أهلاوي فبيسيب الماتشات للأهلي على طول يعني، لكن هو لا طارق من الأدب ومن الذوق ومن الاحترام إنه بيعرف يحيي الناس يعني الحقيقة يعني. وأنت أنا عارف إنه أنت ليك احترام عند كل جماهير كرة القدم في مصر وخصوصا النادي الأهلي، هما مش ناسيين أنت فزت النادي الأهلي ببطولتين، لكنه كانوا يعني طبعا الأهلي بيزعل جدا عشان بيخسروا، لكنه يعني إنها كانت مع واحد محترم زيك، إنه واحد كنت دايما وابدا بتتكلم عن النادي الاهلي بكل الاحترام على مانويل جوزيه، فتره المعاشه مع النادي الاهلي، فكلها حاجات جميله اللي هي الفير بلاي او المنافسه الشريفه. يعني عاوز اقول طبعا، يعني انا بشكر النادي الاهلي اولا لان هم مع بداياتي اول من ساندني فعلا. طبعا، نعم. يعني والتاريخ يعني بيعيد نفسه من جديد. يمكن انا اتكلمت معاك كتير جدا في نعم. الموضوع ده، وانت ما تنساش بداياتي طبعا مع كانت حرس الحدود وذهابي لمستر مانويل جوزيه، نعم. والنادي الاهلي فتح صراعه ليا كاول مدرب يعمل معايشه مع صحيح. مستر مانويل جوزيه واخد منه عصاره خبرته، وزي ما انت بتقول للنادي الاهلي ما زعلش، وده اللي حق يعني. لما خدت البطوله من النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كلها عماله بتحييني ده وانا بلف صحيح كاس صحيح لما خدت الكاس، في مشهد نادر. طبعا في مشهد نعم نادر، نعم والنادي الاهلي انت خدت يعني الكاس وخدت السوبر. وخدت السوبر و بس عملهاش تاني بقى يعني كده كفايه يعني. فانا كنت سعيد جدا جدا جدا. فطبعا انا بشكرهم طبعا، وطول عمري طبعا في كل حديث ما بنساش فضل النادي الاهلي لما فتح لي يعني ابوابه، وما بنساش فضل طبعا مستر مانويل جوزيه لما نعم احتضني، وصراحه دي اثرت في شخصيتي كمدرب بشكل كبير جدا وفي مسيرتي. فالحمد لله رب العالمين، كل النجاحات اللي انا عملتها الحمد لله رب العالمين ترجع لله سبحانه وتعالى واجتهاد الواحد، وطبعا يعني العلاقات القويه المتينه طبعا مع كل نجوم النادي الاهلي صحيح. والمتواصلين لحد الان في كل المجالات على الصعيد الرياضي كله ان شاء الله. طيب خليني في النقطه دي بس ما فوتش لقطتين. اللقطه الاولى مره كسبت مانو جوزيه بس ما كانش فاينل، ده بدور 16. وقال لك ايه بعدها؟ قال لي عاوزك، كان هو واخد اجازه من النادي الاهلي، وقال لي نعم. عاوزك ارجع تكون حاصل على البطوله، وخدت البطوله. وخدت البطوله. خدت البطوله في الوقت ده. وخدت البطوله، كان سعيد جدا جدا لان دي كان مباراه كاس مصر كان تبعت المعايشه اللي كانت معاه بعدها. بعدها مباشرة. اللقطة هي يا جماعة على وهو الشاشة قدام حضراتكم وده اهو. يعني قام مستر مانويل جوزيه، وكنت الصورة بتعبر يعني عن نفسها، نعم. كان سعيد وبيضحك، وكانت أول رغم انه مرة خسران. كان أول مرة مستر مانويل جوزيه يقوم للمدرب ويحييه، وهو هنا بيكلمني بيقول لي أنا رايح البرتغال وعاوزك أجي ألاقيك. لعبت مين في الفاينل سنتها؟ لعبنا إنبي، امبي مش كده؟ لعبنا إنبي في النهائي. وكان ماتش حلو على فكرة. طبعا انا ده فاكر كان كاميني ديربي. سجل اخر ضربة ترجيح ده، كاميني هو صح اللي كده؟ بالظبط، كاميني هو اللي احرز الهدف هو كان الفوز. بطل صد وسدد كمان. يعني كان مؤثر جدا كاميني معانا في فريق حرس. فريق الحرس كان في طب حطوا لنا بس يعني عشان اتفرج معاكم. ما كان على شمالي. كان ماشي اوكي. يا كابتن فريق طارق. الحرس كان في الفترة ديت في عنفوانو، وكنا مثلنا. وكمان ما تنساش امبي برضه، الامبي والحرس كانوا الاثنين كانوا لسه صاعدين طبعا وعملوا نتائج جيده جدا، ويمكن احنا طبعا وصلنا للنهائي، المهدي نهائي سليمان كاس الحارس ده مش كده؟ نهائي كاس مصر، وخدنا البطوله. بص كان الحراس الاول يتقدموا قدام زي ما هم عايزين. انت شايف النهائي مش اهلي وزمالك، النهائي حرس حدود وامبي. نعم حرس حدود وامبي. ايوه حرس نعم حدود وامبي نعم لا دي حاجه، لو انت الشاشه فتحت شوف الجماهير المتواجده يا قد نهار ايه ابيض يا نهار ابيض. يعني شايف الجماهير اللي كانت متواجده قد ايه في مباراه بيمثلها حرس الحدود وامبي. نعم. وحرس الحدود يعني من 2005 ل 2011 يعني صراحه يعني كان فريق قوي جدا جدا، وكان فريق بطولات. و عبد الله رجب، كل دول مدربين يا جماعه. شفنا احمد سعيد لوكا وشفنا كل عبد ده الله اجيال دلوقتي بقت رجب مدربه. واحمد عبد الغني وحتى كاميني متواصل معايا مدرب هناك في والله. الكاميرون، مدرب حراس هناك في الكاميرون، ماسك منتخب الاولمبي، ماسك المنتخب الاولمبي هناك في الكاميرون. وهنا كمين هو اللي سدد كان ده صراحه كابتن فارق انور معاه سلامه. يا انور نهار سلامه هو اللي ماسك ابيض. انبي. بس المدرجات يا جماعه شفتوا كانت منوره ومزهزاه ازاي. استاد القاهره، لا ده استاد القاهره كان مقسوم،
مقسوم. حتى امبي كان لها جماهير. امبي كان مهندس سامح فهمي. مهندس سامح فهمي كان وزير البترول. ومش عاوزين ننسى طبعا سياده سياده المشير ربنا يرحمه طبعا، لانه كان كبير جدا لفضل كبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى في الوصول للطفره الكبيره جدا. عبد الرحيم طبعا اللي هو يعني قياده صراحه يعني قيادات الواحد اعتز طبعا بالعمل معاها وارتبط معاها بشكل كويس جدا جدا. ويعني صراحه يعني تاريخ بيسطر. نعم. وانا عاوز اقول لك على قصه يا ريت يمكن لاول مره اقولها. احكي بقى، احكي يا راوي. وانا رايح لمستر مان جوزيه طبعا لازم استاذن اللي هو عبد الرحيم رئيس نادي حرس الحدود، فكان اللي هو عبد الرحيم الله يرحمه معترض. كان معترض ان انا اروح لفريق منافس النادي الاهلي، ويصادف كان معاه في وقت اللي انا بستاذن ده كان فيه اللي هو انا مش متذكر اسمه بالظبط، لكن من اصدقاء اللي هو عبد الرحيم واهلاوي جدا جدا جدا. تمام. فبقول له انا يا فندم انا رايح، انا اللي هستفاد وانا اللي هيجي عليا انا اللي هستفاد، وبالتالي فرقتي هتستفاد، انا رايح استفاد من خبره افضل مدرب موجود على الساحه حاليا بقى له 10 سنين بطولات افريقيه بطولات محليه ومدرب بفكر اوروبي، وما فيش افضل منه في الوقت ده ان انا اروح استفاد منه، وانا لسه بخطو خطوات الاولى مع حرس الحدود. بس انت كنت كنت صعدتهم تقريبا. لا انا صعدتهم 2000 وبعدين اشتغلت مع كابتن حلمي 4 سنين. ايوه صح كده، 4 سنين مع كابتن. رحت سموحه بعد كده شوية. انتقلت لسموحه شويه. أيوة. وبعدين جيت تاني بعد ما كابتن حلمي مشى. ايوه. توليت المسؤوليه. نعم. من بعدها 2005 ل 2011 حصل نقل طبعا. فالمهم انا متذكر كلمه اللي هو اللي كان مع اللي هو عبد الرحيم. قال له يا عبد الرحيم الولد بيقول لك رايح يستفاد من النادي الاهلي، اكبر نادي في مصر، اكبر نادي في افريقيا، مع افضل مدرب في افريقيا، بعقليه اوروبيه، رايح بمسدس هيرجع لك بصاروخ. حلوه دي، حلوه. فهيأثر. قلت له يا فندم انا اللي مستفاد والنادي بتاعي استفاد. وفعلا يعني صدقت يعني حسي اللي انا كنت متوقعه، ان احنا فعلا بعد المعايشه دي حرس الحدود انتقل نقله نوعيه كبيره جدا جدا جدا. انت لو تلاحظ من مسيره حرس الحدود من 2005 ل 2011 مرورا باثنين كاس وسوبر. ثم ما تنساش 2011 كنا اول الدوري. اول الدوري لعبت. انت خسرت المباراه الاولى امام الاهلي بس ولعبت 12 مباراه. 13 مباراه كسبت 12 متتالي. 12 يمكن كان ريكورد مش طبعا ما حصلش. ما حصلش.